خدمه التكليف الكرازي. بنرحب كمان بكل القرى المجاوره اللي شرفونا، وبنرحب بجناب الجسيس وائل هيكون بيقودنا في اليوم النهارده، وترحاب خاص بالاخ فايز عدلي والاخ ايميل بطرس معانا، ايميل فوزي سوري، معانا النهارده في اليوم. ربنا يبارككم ويستخدمكم، واليوم النهارده يكون مليان بحضور الرب. اهلا وسهلا بيكم. صباح البركة عليكم. حقيقي شكلكم يفرح القلب ومنورين، وإحنا مبسوطين خالص إن نكون موجودين النهاردة معاكم في اليوم المبارك. وبنصلي إن الرب إلهنا القدير اللي رتب لنا هذا الحدث المبارك هيدينا يوم مبارك باسم المسيح. حد متذكر معنا الحدث النهاردة بعنوان إيه؟ مهما حصل لك، مهما حصل لك. كلمات عظيمة، وده الحدث رقم 83 في أحداث خدمة التكليف الكرازي. وإحنا بنشكر الرب لأجل الكنيسة هنا ولأجل القلب المفتوح والمكان المفتوح ولأجل عمل الله في المكان في البلد في كنيستنا الإنجيلية في عكاكة المنيا. بنصلي باسم المسيح يكون يوم مبارك ويوم متميز. بنرحب بكل الأحباء المشاهدين لنا اللي بيتابعونا على قناة الكرمة، أهلا بيكم. وفي كل مرة نثق إن الرب بيستخدم الأحداث الكرازية دي لمجد الرب مع الشباب والشابات، الجيل الرائع اللي بنصلي يكون سبب بركة في كل وقت في أرجاء مصر باسم المسيح. خلوني معاكم أستأذنكم نقف كلنا مع بعضينا ونقدم السجود أمام كلمة الله المباركة، وإحنا بنقرأ مع بعضينا من سفر حزقيال أصحاح 16. كلنا نتشجع بهذه الكلمات العظيمة، رب بيتكلم لينا من خلال صوته وكلمته. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. وكانت إلي كلمة الرب قائلة: يا ابن آدم، عرف أورشليم برجاساتها وقل: هكذا قال السيد الرب لأورشليم: مخرجك ومولدك من أرض كنعان، أبوك أموري وأمك حثية، أما ميلادك يوم ولدت فلم تقطع سرتك، ولم تغسلي بالماء للتنظف، ولم تملحي تمليحا، ولم تقمطي تقميطا، لم تشفق عليك عين لتصنع لك واحدة من هذه لترق لك، بل طرحت على وجه الحقل بكراهة نفسك يوم ولدت، فمررت بك ورأيتك مدوسة بدمك، فقلت لك: بدمك عيشي، قلت لك: بدمك عيشي، جعلتك ربوة كنبات الحقل، فربوت وكبرت وبلغت زينة الأزيان، نهد ثدياك ونبت شعرك، وقد كنت عريانة وعارية، فمررت بك ورأيتك، وإذا زمنك زمن الحب، فبسطت ذيلي عليك وسترت عورتك، وحلفت لك ودخلت معك في عهد، يقول السيد الرب، فصرت لي، فحممتك بالماء وغسلت عنك دمائك، ومسحتك بالزيت، وألبستك مطرزة، ونعلتك بالتخس، وأزرتك بالكتان، وكسوتك بزا، وحليتك بالحلي، فوضعت أسورة في يدك، وطوقا في عنقك، ووضعت خزامة في أنفك، وأقراطا في أذنيك، وتاج جمال على رأسك، فتحليت بالذهب والفضة، ولباسك الكتان والبز والمطرز، وأكلت السميذ والعسل والزيت، وجملت جدا جدا، فصلحت لمملكة، وخرج لك اسم في الأمم لجمالك، لأنه كان كامل ببهائي الذي جعلته عليك، يقول السيد الرب. أمين أمين. لإلهنا كل المجد الدائم. أنا أثق النهاردة أن الرب رتب لينا كل الوقت الجميل ده
لنعبد الله بفرح. ورب بيشاور على كل واحدة النهاردة في يوم عظيم وفي أمجاد، والرب هيمر في وسطينا النهاردة يلمس يشفي يبرئ يحرر يطلق الأسرة. يصنع الرب أمور عظيمة هذا اليوم لصالح الملكوت، وهذا اليوم يعلن الله فيه قوة وعمل الروح القدس في كنيسته وفي شعبه. استأذنكم خلينا نغمض عينينا ونسكب قلبنا في الصلاة أمام الرب، وإحنا بنسجد في زينة مقدسة كلنا. أرجو من كل اللي بيتابعونا على قناة الكرمة وعلى خدمة التكليف الكرازي على الفيسبوك، نفسي وانت معانا النهاردة غمض عينك وصلي. اليوم يوم بشارة، اليوم يوم فرح، اليوم يوم تهليل، اليوم مليان بالأخبار السارة. الرب سيمر عليك، الرب سيأتي ليلمسك، الرب سيعلن مجده على كنيسته، على شعبه، على كل الناس اللي بتسمع وبتشاهد وبتتابع اليوم هذا اللقاء وهذا الحدث الفريد. الله يريد أن ييقظ لنا ضمائر حية تسمع. الرب النهاردة بيرتب لكل نفس فينا عمل عظيم سيصنعه الرب في وسطنا. يا رب أؤمن وأصدق باسم الآب والابن والروح القدس أن هناك معجزات إلهية ستحدث اليوم، وأؤمن يا رب مهما حصل، مهما كانت الشكوى، يدك قديرة وذراعك عظيمة، وستصنع آيات وعجائب في هذا المكان باسم الرب يسوع المسيح. أؤمن وأصدق النهاردة إنك موجود في الوسط، وإن اليوم يعلن فيه اسم الملك واسم السيد علينا. قوة روحك تصنع لنا خلاصا ومجدا وعزا وبهاء باسم الرب يسوع المسيح. يا رب إيدك القديرة النهاردة على ابنك الأخ فايز في وقت الترنيم، نثق باسم الرب يسوع مسحة روحك يا رب اللي استخدمت ابنك كل السنوات اللي فاتت تعمل من خلاله النهاردة عمل عظيم من خلال وقت تسبيح كلنا نشاور فيه عليك ونعظم اسمك يا رب. بصلي باسم الرب يسوع يا من استخدمت ابنك الأخ إميل في كل الأحداث الكرازية الماضية وفي كل مكان في أرجاء العالم، يا رب بصلي النهاردة قوة روحك الساكنة فيه تعمل فيه الآن باسم يسوع وتستخدمه بقوة عظيمة لمجد اسمك. اذكر الكنيسة، اذكر راعي الكنيسة يا رب، بنصلي باسمك النهاردة ان يرجع كل المجد والإكرام والسجود لشخصك، منتظرينك بقوة الروح القدس ولاسمك كل المجد. آمين آمين. مجد للرب مهما حصل لك، عنوان فيه بشارة وفيه أمل وفيه خبر مفرح. مهما حصل لك رب النهاردة جاي علشان يعد عليكم، ورب النهاردة جاي يعمل عمل عظيم في وسطينا ويصنع الرب أمر مبارك النهاردة. مبسوطين وسعداء أن يكون معنا في وقت التسبيح خادم من الخدام المميزين المحبوبين جدا اللي عليهم مسحة الرب بشكل واضح، ونشكر رب لأجله الأخ فايز عدلي، رب يستخدمه في وقت التسبيح النهاردة في وسطينا. خلينا نرحب به والرب يديله مسحة خاصة باسم المسيح. هللويا، مجد للرب. صح اللي بيطلع على المنبر كده ويشوف منظركم تحت وفوق، منظر يفرح. صح، عايزكم تشجعوا نفسيكم وتدوا تحية لنفسيكم عشان انتوا تعبتوا وجيتوا من أماكن بعيدة، كل القرى المجاورة العكاكة. أنا بتشرف أن أكون معاكم النهاردة برفقة حبيبي وشريك الخدمة أخويا الأخ إميل، مصدقين أن الرب مجهز لنا بركات. تقولوا أمين؟ تيجي نقف مع بعض، يلا نقف نقول الترنيمة دي واحنا واقفين. يلا نقول له ما أحلى حضورك يا ربي، أعبدك أرفعك، مبارك اسمك إلى الأبد يا رب.
ما أحلى حضورك ربي، ما أبهى جمالك يسوع، ما أحلى حضورك ربي، ما أبهى جمالك يسوع. أشبع من خير بيتك، أرد من نهر نعمتك، أشبع من خير بيتك. أمين أمين يا رب. أرتوي من نهر نعمتك، أعبدك أرفعك، أسجد لك بالروح وبالحق، أعبدك أرفعك، أسجد لك بالروح. أسمعك. واحدة سألت أسكن في هيكل قدسك، واحدة سألت منك أن أسكن في هيكل قدسك. أمين يا رب. مريض أنا بحبك يسوع، املأني الآن بفيض روحك. مريض أنا يسوع، أنا بفيض روحك، أعبدك أرفعك، أسجد لك بالروح وبالحق، أعبدك أسجد لك بالروح. ما أحلى حضور، أسمعك. ما أحلى حضورك ربي، ما أبهى جمالك يسوع، حضورك ربي، ما أبهى يسوع. أشبع من خير بيتك، أيوة يا رب، شبعنا شبعنا. أرتوي من نهر نعمتك، أشبع من خير بيتك يسوع، أرتوي من نهر نعمتك. يلا أعبدك أعبدك، أسجد لك بالروح وبالحق، أعبدك أرفعك، أسجد لك بالروح وبالحق، أعبدك أرفعك، أسجد لك بالروح، أعبدك أرفعك، أسجد بالروح وبالحق. بقلب فرحة بنعلي غنانا لاسم اللي فدا، أي نرفع تسبيح، ها أوتار عدو مزمار غنى أشعار لاسم المسكين. يلا بقلب فرحة صوتكم روعة، مزمار غنى شعار لاسم مين هيقول معي؟
وبأصوات الحمد بنهتف رافعين صليب الرب ده احنا بدمه مفديين قلبي بجنود الشر دايما منتمين امين غنوا يا شعب الرب تعالوا نرنم ليه خلوا هتف تسبحنا يدب يعني مصرنا فيه كل يوم ما اجي انكم ومعاه هناك في سماه نفضل نرنم ليه هللويا يعني ايه تعال النبا يعني ايه يعني تمشي تزيع صلاح وتنادي بيه قصاد عيان يعني تفضل شديد وواقف مهما حصل لك مهما حصل الدنيا خان يعني تمشي تزيع صلاح وتنادي بيه قصاد عيان يعني تفضل شديد وواقف مهما حصل الدنيا خان المسيح هو Yeah.
صوتكم روعة، اعلنها هو الضمان بس. من غير ما أبدا ما فيها شيء يوصل، يعني إيه تعلن ما يعني إيه، يعني قبل ما تيجي حاجة اليقين يملى كيان، يعني ظرفك مر قاس وانت شايفه خير عشان، يعني قبل ما تيجي حاجة اليقين يملى كيان، يعني ظرفك مر قاس وانت شايفه خير عشان. المسيح هو الضمان، الحياة من غير ما أبدا ما فيها شيء يسر، المسيح هو الضمان، حلاها مر الحياة أبدا ما فيه. يلا العدد الأول كمان مرة تاني، يعني إيه يعني تمشي تزيع صلاح وتنادي بيه قصاد عيادك، شديد وواقف مهما حصل الدنيا لوحديكم. يلا يعني تمشي وتنادي بيه، تفضل يعني تفضل مهما حصل لي، هفضل مهما حصل الدنيا شيء يسر، أبدا ما فيها شيء يسر. مهما حصل هفضل شديد وواقف، مش لأن أنا قادر أعمل كده، لا، لأن المسيح بس هو اللي يقدر جوايا يعمل كده. مكتوب كده، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني ضد فشل وضد ضعف وضد خطيتي، هو يقويني. عشان كده أقول إيه، مهما حظ الدنيا خانك أنا هقدر أمشي وزيع صلاحه. أمين يا شعب الرب، أمين. في مرة شابة حلوة زيكم كده كانت رايحة الجامعة وعمالة ترنم الترنيمة بتقول إيه، أنت جمالي بابا جمالي أنت جمالي، هي في لندن فبتتكلم عربي يعني شوية قليل، فبتقول أنت جمالي أنت جمالي، فقالوا لها مين جمالك؟ قالت لهم بابا هو جمالي. فهم يعرفوا أبوها الأرض يعني ما كانش قد كده في الجمال، يعني زي حالاتنا كده راجل على قده في الجمال. قالوا لها يعني احنا عارفين باباكي جمالك، يعني أنت أجمل من باباكي. قالت لهم لا أنتوا فهمتوني غلط، بابا هو اللي مديني الجمال. بابا مين؟ بابا السماوي، مهما حصل لي أنا غالية وأنا جميلة وأنا محبوبة. أمين. أنت غالية، خلي بالك أنت غالية، أوعى يضحك عليك إبليس ويقولك أنت رخيصة، لا أنت غالية. أنت جمالي يلي جابلني، وأنت كمالي دايما قابلني بوحشتي بكل حاجة. بصوا في مرة واحد بيقول عن مصر كده، أنا كنت قبل ما أتفرغ لخدمة كنت في تربية وتعليم، فكان هو على درجة مدير كده كبير. المصر حلوة بكل حاجة وحشة فيها، بزحمتها بالتلوث بالزحمة بكله مصر حلوة، شيل أي حاجة من مصر ما تبقاش مصر، هي حلوة بكل اللي فيها، وأنا حلو بكل اللي فيها. أمين.
انت جمالي يلي جابلني وانت كمان قولوا بفخر دايما قابلني انت جمالي يلي جابلني وانت كمالي دايما قابلني تاني انت جمالي يلي جابلني وانت كمالي انا بك محبوب رغم العيون أنا بك محبوب رغم العيون يا نور القلوب أنت جمالي أنت جمالي صادق في وعودك وغامرني بجودك يا صادق أشكرك أشكرك قلت اللي هقودك حتى النهاية انت جمالي يا اللي مسير ما حل المسير في ظل القدير في ظل القدير يلا قول بإيمان يلا ورحمة وخير ماشيين أنا عايش بيك هدفي ساعدني ساعدني يلا أنا عايش بيك هدفي أعليك وبرفع ليك هدفي وغناك أشكرك أشكرك دايما قابلني انت جمالي يا اللي
محبوب يلا انا بك رغم العيوب تاني تاني انا بك يلا غيظ ابليس وقول رغم العيوب ايوه انت جمال اشكرك كمالي دايما قابلني مر بيا ولقاني وزمن الحب زماني مر بيا ولقاني وزمن الحب زماني وهبني خلاص مجاني يا هنايا وفرحة جاني اسمع اشكرك افرح افرح ودوب البر كساني يا هنا يا فرحة قلبي مر بيا ولقاني وزمن الحب زمان اشكرك مر بيا ولقاني وهبني خلاص مجاني صوتكم روعة روعة وانا لحبيبي مستني يا هنا يا وفر
وعد للعالم مرجع يا يسوع. أنا ناوي للعالم مرجع تاني يا قلبي، أنا ناوي ده حبيبي اللي فداني، اخترته نصيبي ده يسوع زماني. وهبني خلاص مجاني يا هنايا وفرحة قلبي، وهبني خلاص مجاني يا هنايا وفرحة قلبي. الترنيمة اللي جاية أنا مش هرنمها لوحدي، مش هينفع، لازم تقولوا معايا. بس الترنيمة اللي جاية فيها تحدي. فيها ايه؟ فيها تحدي. بيقول كده: برفض اي خطية تجيني، عالي لفوق مش هحنق بيني. ايه ده؟ ايه يا عم ده؟ انت بتقول كلام صعب. مين هيقدر يعيش عالي كده وما يحنش جبينه قدام الخطية؟ ما انا قلت لكم من شوية آية فيها المجمل، بتقول استطيع. يلا قولوها انتوا: استطيع كل شيء في مين؟ في المسيح. يبقى أنا من نفسي مش هقدر، بس أقدر بالمسيح أقول الكلمات دي. أمين. أنا هقول عالي لفوق مش هحنك بيني، تردوا عليا تقولوا إيه؟ عالي، بس بصوت إيه؟ واطي. بصوت واطي؟ ينفع لما هي عالي نقولها بصوت واطي؟ نقولها بصوت إيه؟ عالي. أمين. يلا نقول مع بعض القرار وأشوفكم أنتوا شطار، أنتوا بتحفظوا بسرعة. مش هحنق بيني عالي، زي النسر هطير في العالي عالي، برفض اي خطية تجيني، ما انا مستور في الدم الغالي. صعبة؟ سهلة سهلة. يلا عالي لفوق مش هحنق بيني. لا ده انتوا بتقولوها بصوت واطي، عايزين نقولها بصوت عالي. يلا عالي لفوق مش هحنق بيني، زي النسر هطير في العالي، انا برفض اي خطيه تجيني، ما انا مستور في الدم الغالي. هعدي ولي انا فيه النصره، هعدي معاه مش اخاف ابدا من بكره، هعدي سهم ابليس مش هتقوى عليا، قل معني عليه مرفوع، عالي لفوق مش هحنق بيني، زي النسر هطير في العالي، انا برفض اي خطيه تجيني، ما انا مستور في الدم الغالي، وحده الهي الحاسس بيا، الهي دم ستر لي كل خطيه، الهي اموت تاني حياه ابديه، وما فيش ابدا تاني دموع، عالي لفوق مش هحنق بيني، زي النسر هطير في العالي، انا برفض اي خطيه تجيني، ما انا مستور في الدم الغالي، رب يسوعي هو معيني، ده سيدي في الغربه وحده يعزيني، حبيبي ساكن فيا بروحه مليني، رافع راسي ما هو انا. يلا نسمعكم. يلا عالي لفوق مش عالي، هطير في العالي عالي، برفض اي خطية تجيني، ما انا مستور في الدم الغالي، رب يسوع يعينه علي يرعاني، سندي هو في البرية ضماني، هو اللي اعطاني الحرية، وهعيش طول العمر ارضيه، عالي لفوق مش هحنق بيني، زي النسر هطير في العالي، انا برفض اي خطية تجيني، ما انا مستور
ترف الدم الغالي. صعبة صح؟ صعبة؟ لا، هنقولها تاني. أمين؟ نقولها تاني وإحنا بنقول عالي ضد الخطية في اسم يسوع. مهما حصل لي أنا هرنم وأقول عالي لفوق. يلا مع بعض، وهسيبكم في النص أشوفكم إيه حفظتوا ولا لا. أمين؟ لا ده أمين نعسان. أمين نعسانة. أمين أمين. عالي لفوق مش هحنق بيني زي الناس، عالي برفض. برافو برافو. تاني تاني. عالي لفوق مش هحنق بيني زي النسر هطير في العالي، انا برفض اي خطية تجيني. ما انا مستر في الدم الهاد، يلا هعد ولي انا فيه النصر هعد، معاه مش اخاف ابدا من بكرة، سهام ابليس مش هتقوى علي، عالي زي ايوه اللي ورا معانا، عالي برفض فوق. ما انا مستر في الدم وحده اله، وحده اله الحاسس بيا، دمه ستر لي كل خطيه، الهي اموت انا حياه ابديه وهعيش طول. عالي الفوق مش هحنق بيني زي النسر هطير في العالي. ما انا مستر في الدم الغالي، رب يسوعي هو معيني، ده سيدي في الغربه وحده يعزيني، حبيبي ساكن فيا بروحه مليني، رافع راسي ما هو نصيب. عالي لفوق يلا عالي. أمين. عالي برفض أي خطية تجيني، ما أنا مستر في الدم الغالي، رب يسوع يعينه علي يرعاني، فالبرية ضماني هو اللي عطاني الحرية، وهعيش طول العمر أرضي. يلا نسمعكم يلا. عالي عالي برفض أي خطية تجيني، ما أنا مستر في الدم الغالي. مبارك اسمك إلى الأبد. يلا أنا هختم معاكم، أختم معاكم بترنيمة بتقول كده: من حقي أهتف وأغني. ليه يا عم؟ قال أصل صنعت الشر وعفى عني. ما احنا كلنا وحشين، كلنا عملنا الشر صح؟ وهو عمل ايه؟ هو عفى عني، عشان كده قال من حقي اهتف واغني. ده انا فرح، الفرحه مش سيعاني. يلا نختم بيها مع بعض. من حقي اهتف واغني، صنعت الشر وعفى عني. من حقي اهتف واغني. امين. صنعت الشر وعفى عني، لما فداني بدمه صالحني، صرت انا متصالح بدماء، سدد ديني وعاري محال، ورثني الامجد في سماء، متشرف بما صرت معاه، ولحد ما يكون يلا سدد ديني. شرف بمسيرتي معاك، والحد لايك استناه، شال الحزن بفرح وغمر، على مجانب حب أثر، شال الحزن بفرح وغمر، على مجانب وفي ضعف النعمة تكملني، كلمته خلق يا حياة
يلا سد الدين يلا. ورثني الأمجد بسماء أشكرك لحد ما يجي أستناه سر جمالي في مش في دار عيوب ابنة. قولي تاني يلا. دار عيوب ابنة سر جمالي يلا. سر جمالي في مش في دار عيوب ابن عم غني ألبس للحل الملوكية عايش متمتع يرضى سد الدين وعالمحا ورثني الأمجد في السماء نتشرف بمسيرة باع ولحد ما يجي سد الدين يلا. اشكرك بما صرت معاه ولحد ما هيك استنى بص بيقول ايه وفي اسوأ احوالي قبل على اكتاف امرا ايوه وفي اسوأ قبلني على اكتاف امرا فشايل مشواري هو ضامني وبجد ابنه من رعاية ورثني الأمجد في السماء متشرف بمصير دمع سر جمال يلا. سر جمالي في مش في لوحديكم اشكرك ألبسني الحلة الملوكية عايش متمتع برضا مجد للرب. من البداية قلنا اليوم باين عليه يوم عظيم من قبل ما نبدأ، والرب مدينا كده بسمة أمل وإشراقة نور، وعايز الرب يطمن كل قلب فيكم النهاردة أن المسيح موجود وسطينا، والنهاردة كل عار وكل ألم وكل شكوى ومزمة داخلين بيها الرب بيرفع وبيستر بدمه. علشان كده افرحوا وتشجعوا لأن إلهنا إله عظيم وإله حي. نفسي نغمض عينينا ونصلي بعد الترنيمات الجميلة دي وإحنا بنهيئ قلبنا لعمل كلمة الله فينا. الكلمة تملك كل السلطان. النهاردة الرب عايز يعمل معاك معروف عظيم، وإحنا بنبدأ اجتماعنا بهذه الكلمات: مررت بك وإذ زمنك زمن الحب. والنهاردة الرب بيطبطب على كل كتف، على كل هامة محنية. الرب عايز يضع سلامه وسلطان كلمته من خلال الوقت اللي جاي عليك وعلى حياتك. ارفع عينك للسماء كده وقولي له منتظراك يا رب تكلمني. ارفع عينك وكل ثقة، كلك ثقة ان الرب إلهك يصنع معك أمور عظيمة في هذا الصباح. خلينا واحنا بنصلي وبنتهيأ لوقت الكلمة المبارك، أخونا الحبيب الأخ يوسف رفعت هيقودنا في صلاة من أجل خادم الرب الغالي الأخ إميل فوزي. رب يستخدمه بقوة في وسطينا، ويصلي أيضا الله يهيئ قلوبنا ويعد قلوبنا لسماع كلمة الله. يا رب يسوع المسيح، أنا بصلي في يوم مبارك أكيد يا رب إنك هتنقذ كل نفس موجودة من إيد إبليس. يا رب بصلي وبثق إن الصباحية دي يا رب صباحية فيها ينتهي الماضي بكل ذكرياته،
كل بنت خايفة من الماضي، كل بنت خايفة من اللي عملته، كل بنت موجودة إبليس عمال يقول لها هتستمر في خطاياك، هتستمر في شرورك، يا ما حاولت التوبة وفشلتي، بس في الصباحية دي يا رب هيتم الإنقاذ الإلهي وكل التوقعات بتاعة الماضي هتنتهي. أيوة يا رب، أنا هعلي صوتي مع أخواتي وهقول مهما حصل لي هعيش لك، مهما اتقال عني هعيش لك، مهما كان إبليس مسكني هعيش لك باسم المسيح يسوع. الصباحية دي يا رب مد إيد النعمة وانقذ بقوة. أنا هفرح وهقول بصوت عالي إلهي في صفي، وإلهي جنبي، وإلهي مش نسيني، وإلهي حاسس بي بقوة. يا رب بصلي في الرسالة تكون حضن بشبكة النعمة، مفيش بنت تطلع زي ما جات يا رب باسم المسيح. اللي اليوم ده يا رب السماء تفرح فرحة عظيمة، السماء تحتفل احتفالات كبيرة جدا جدا جدا، ولا بنت من أي قرية ترجع زي ما جت، لكن باسم المسيح أعياد ميلاد روحية تتسجل في سجلات السماء لكل بنت النهاردة. واثق إن العظة تخترق بقوة الروح القدس، واثق إن الصباحية دي يا رب مليانة بالإنقاذ ومليانة بالفرح ومليانة بالتعزية، ومفيش حد يا رب أكيد هيرجع زي ما جه، لكن باسم المسيح يسوع هيرجع فرحان ومطمن إن إيدك عملت بقوة في اللي حصل لي في كل الماضي. بصلي وبثق إنك بتسمع وتستجيب، ولي كل التعظيم. النهاردة الحدث رقم 83 بعنوان مهما حصل لك، وأنا بشكر الرب كتير لأجل وقت الترنيم اللي كان بيشاور على هذا الأمر مع المرنم الجميل الرائع الأخ فايز عدلي، ربنا يباركه، كان سبب بركة في وسطينا. لكن عايز أقول على حاجة، في طول الفترة اللي فاتت، طول الأحداث الكرازية في خدمة التكليف الكرازي، أنا شخصيا كان ربنا بيكلمني بشكل رائع وواضح جدا على فم الخادم الجميل الرائع اللي ربنا مستخدمه في هذه الخدمة المباركة الأخ إميل فوزي، فأنا بشكر رب لأجله ولأجل وجوده في وسطينا النهاردة. بركة وامتياز، وأشجعكم نركز، وأشجعكم نفتح عينينا وأوانينا على كلمة الله، وربنا يستخدم ابنه الغالي في وسطينا في الكلمة المقدسة. نفسنا نرحب به في وسطينا، الرب يباركه يكون سبب بركة لنا. خلينا نقف يا بنات مع بعضينا. أروع بنات، بنات المنيا أروع بنات، أروع بنات. يعني أنا سامع صوتكم في الترنيم، إيه الجمال والعظمة دي، إيه الروعة دي، إيه الروعة دي. ممكن تسقفوا لنفسكم؟ أيوة. طب ممكن تسقفوا للرب؟ أيوة 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 للرب المجد والكرامة والعزة والسلطان. مبارك اسم الرب، 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 مبارك مبارك اسم الرب. كنت أتمنى أجيب 10-15 عربية عرسان شبان من كل المنيا وأسيوط، ونقعتهم كده في النص وكل واحد يختار بقى. طار تختار مين؟ تختار مين يعني؟ تختار مين؟ واحدة كده أكيد يختارني أنا طبعاً، أنا أهدى بنوتة أكيد يختارني أنا. في بنت تقول لا أكيد يختارني أنا، كنت برنم فظيعة مع الأخ فايز، أنا كنت خطيرة قوي أكيد هيختارني أنا. في بنت تقول لا هيختارني أنا عشان أنا أكيد أجمل بنت موجودة. مين النهاردة أجمل بنت موجودة؟ ترفع إيدها. أجمل بنوتة ترفع إيدها لفوق. برافو 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 برافو. كل بنت جميلة في الرب يسوع المسيح ترفع إيدها لفوق. أيوة كده أيوة كده أيوة كده.
ايه رايكم في الاخ فايز الجميل النهارده؟ روعه 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 الاخ فايز، روعه. يعني انا في اكتر من ترنيمه انا نسيت انا فين، يعني عارفين بقيت افتح كده احنا موجودين فين. والنهارده كنت بنردد وراك احنا زي مدارس احد. عالي ايه؟ عالي. عسل 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 عسل. كم واحده كانت مبسوطه وفرحانه بكده؟ ايوه حلو الاخ فايز، اشكر رب لاجله جدا. كم واحده سمعته قبل كده في التلفزيون او في الشعب وانت كمان يا سكره شفتيه قبل كده؟ اسمك ايه؟ نانسي. اهلا بيك يا نانسي، شفتيه فين؟ في التلفزيون. جميله سكر سكر. اشكر رب جدا من اجل الكنيسه ومن اجل وجود 13 قريه موجودين معانا. اللي من القرى دي بعيد عن عكاكه يرفع ايده كده. اشكر الرب. طيب ايه اللي من عكاكة يرفع ايده؟ اشكر الرب. كنيستنا الجميلة عكاكة والراعي الجميل الأسيس عادل. فين الأسيس عادل؟ اشكر الرب جدا من اجله ومن اجل الكنيسة ومن اجل الشعب الجميل ومن أجل كل قرية جات ووسطينا ومن أجل كل مدبر ومدبرة كان بيصلي من أجل اليوم ده. كم واحدة صلت من أجل اليوم ده؟ برافو 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 برافو. شكرا يا رب من أجل الأسيس وائل الجميل اللي كان بيقود وسطينا، وشكرا لأجل المجهود المتميز لأخونا الحبيب يوسف رفعت الخادم الحلو اللي دبر مع المدبرات الخدمة الجميلة دي واليوم الجميل ده. شكرا لأجل قناة الكرمة، شكرا لأجل أخونا الحبيب المخرج أخونا شيكو وكل الشباب الجميل الموجود معاه. بصوا يا شبانات، أنا حاطت 1000 جنيه قابلة للزيادة. يعني النهاردة أنا أسأل سؤال يمكن يكون ب2000، صدقوني، لأني سؤال هيبقى كده بصوا واسع شوية. لو بنت قاعدة في الاجتماع وركزت فيه هتاخد 2000 جنيه. واحدة وتقول طب لو حاولت، بصوا لو حاولت، لا احنا عايزين بص واحدة من اول للاخر تجيب كل السؤال. ايه رأيكم؟ طيب هنحط مبدئيا 1000 ونشوف السؤال، لو وسع وبنت جابته هتاخد 2000 جنيه تجيب بهم عربية وتجري بيها في المانيا. طبعا طبعا. بالمناسبة يا بنات، كم واحدة نفسها في عربية؟ امبارح بسأل بنوتة بقول لها نفسك في عربية؟ قالت لي قوي قوي. كنا واقفين في شبرا كده عارفين، لميت نفسي بسرعة قلت لها أنا آسف آسف قوي قوي. هي كلها مثلا في أولى جامعة تانية جامعة. فكم واحدة فيكم تتمنى ربنا يبعت لها عربية؟ عند الله كتير يا بنات. طيب هنقرأ من كلمة الله من سفر العدد في العهد القديم، سفر العدد إصحاح 27. يلا بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. فتقدمت بنات، اطقوا كده معايا، صالوف حادة، ده النطق السليم، قولوها معايا، صالف حادة ابن حافر ابن جلعادة ابن مكيرة ابن منسة من عشائر منسة ابن يوسف، وهذه أسماء بناته: محلة، نوعة، حجلة، ملكة، ترسة. يا ترى دول كانوا عايزين ايه؟ كم بنت دول؟ 5. يا ترى دول اتقدموا عايزين ايه؟
يلا كملوا معايا. عدد اثنين، وقفنا أمام موسى والعزار الكاهن وأمام الرؤساء وكل الجماعة لدى باب خيمة الاجتماع قائلات: أبونا مات في البرية ولم يكن في القوم الذين اجتمعوا على الرب في جماعة كورح، بل بخطيته مات ولم يكن له بنون. لماذا يحذف اسم أبينا من بين عشيرته؟ لأنه ليس له ابن. اعطنا ملكا بين إخوة أبينا. آمين آمين آمين. بصوا ايد يا بنات، كم دول ودول ودول؟ طيب هنبدأ بالخمسة الأولين، خمس بنات، قولوا معي، بخمس إصحاحات بخمس صفات. يبقى خمس بخمس بخمس. طيب تعالوا نقول أسماء البنات بقى. أبوهم اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ صالفوحادة. قولوا معي صالفوحادة. البنات بقى أسماءهم إيه؟ يلا يا رب واحدة تحفظهم بسرعة باسم المسيح، يا رب بنت تلقطهم بسرعة باسم المسيح. يلا أسماءهم إيه البنات؟ محلة ونوعة وحجلة وملكة وترسة. يلا نقولهم تاني: محلة، ممتازين. والخمس إصحاحات، يلا بصوا سفر العدد إصحاح 26 وسفر العدد إصحاح 27 وسفر العدد إصحاح 36 ويشوع 17 وأخبار الأيام 7. يلا اخزنيهم كده، اربطيهم، اربطي 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 اربطي. بس ما انت بس اللي بتحفظنا. طيب قعدت يا بنات انا والاخ فايز عمال يرنم كم ترنيمه كده ولازم تتقدمي. خلاص يلا ركزوا بقى معايا، اتقدمي وخدي حقك. فانا عمال اقول انا نفسي اتقدم واخد حقي، أنا نفسي أتقدم وأخد حقي، نفسي أخد حقي، بس مش من بابا ولا ماما ولا الناس ولا الظروف. نفسي أخد حقي من أكتر أعدائي في الدنيا وأكتر أعدائي في الدنيا. خدوا بالكم، إبليس، خطية، ظروفي، تحدياتي، نظرة المجتمع ليا. القصة بتقول كالآتي، يلا القصة بتقول كالآتي: إن في يوم من الأيام موسى رجل الله الجميل وقف علشان يوزع الأرض لأصباط إسرائيل اللي كان عددهم كام؟ برافو. فتقدموا مجموعة بنات قالوا له: إحنا أبونا صالفوحادة ما خلفش أولاد، إحنا خلفة بنات، احنا خمس بنات، بس احنا بنتقدم وبنطالب عايزين ميراث ابونا. طلع شاطر جدا موسى، قال لهم سيبوني اسال الرب. لغايه اللحظه دي يا بنات كان الميراث يتوزع على الرجاله. بمجرد ما موسى دخل للرب وساله، قال له بنات صالفوحادة طالبين عايزين ميراث ابوهم، فالرب قال له اديهم الميراث، اديهم الميراث يا موسى. وخدوا الميراث وخدوا كلمة من موسى. وهمشي معاكم خطوة بخطوة يا بنات. ايه الصفات الجميلة في البنات الخمسة اللي احنا خدنا اسمائهم دول؟ بس قبل ما اخد الصفات الجميلة عايز اميل كده بعيني، بصوا على كم بنت فينا جاية الاجتماع او جاية اليوم وفي حاجة
يعني عارفة متاخد تركيزها أو متاخد قوتها أو متاخد فرحتها أو متاخد ترنيمها أو متاخد صلاتها أو متاخد، يعني التعبير ده أنا عايز أوصله لكم وبشدة، متاخد كرامة نفسي قدام نفسي متاخدة. وما ينفعش أقول على المنبر كيف ممكن الشيطان ياخد كرامة بنت من قدام نفسها. بس في حاجات كتيرة بتقع مننا يا بنات، بصوا في حاجات كتيرة بتقع تقع تقع تقع، وكل ما تقع أي حاجة إبليس يقول لك شوف حصل لك إيه، بص وضعك إيه، شوفي وصلت لفين، شوفي حزينة إزاي، شوفي مكسورة إزاي، شوفي باكية إزاي، شوفي تعبانة إزاي، شوفي خسرانة إزاي، شوفي البنات اللي حواليكي، شوفي الوضع اللي حواليكي. في بنات بتسلم لكده، أول ما يقول الشيطان بص اللي حصل لك اللي حصل لك اللي حصل، في بنات تروح مكسورة وتسمع اللغة دي تاني وتسمع اللغة دي تالت وتسمع اللغة دي رابع، وكل هم الشيطان يا بنات يكوم 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 عليا حصل لك حصل لك حصل لك حصل لك حصل لك حصل لك حصل لغاية ما يمنع نفسي ان اجي للرب كده اقول ومهما حصل لي ومهما كان انا الرب يسوع المسيح يقدر يرد لي كل حاجة. نقدر اجيله تعبانة حتى لو خد صحتي. في اشعياء 58 بصوا التعبير ده، وعد وعد تنبت صحتك سريعا. كنا في يوم في مكان لمرضى السكر والضغط لسن بنات كده او سن ام يعني 30 مثلا 30 وشوي، كل بنت تقف كده تقول انا السكر سبب لي عمى في عينيا اليمين، انا السكر اشتغل على الكبد، انا السكر اثر على الكلى، انا السكر اثر، ويتبكي البنات دي. ومن كتر ما تحكي المساوئ اللي هي مرت بيها مرضية، من كتر وهي بتحكي مش قادرة تتوقع إن مهما حصل من ضعف في الصحة، الوعد بيقول لمن ينظر للرب يسوع المسيح تنبت صحتك سريعا. يقدر الرب بصوا يوصل للشبكية بتاعت عيني، للقرنية، يقدر يوصل للسكر، يقدر يوصل للكبد، يقدر يوصل للكلى، يقدر يوصل للرحم. في بنات كتيرة في سننا على فكرة يا بنات بعد الشر عليكم مصابة بأورام خبيثة في الرحم، وتيجي تقول ده أنا بنوتة صغيرة عمري 14 15 16، وكأن الشيطان عايز يكفي وشها بلا إقامة ولا بلا قيامة. لكن الرب يقول لا، أنا عندي المستحيل وأقدر ألمس واشفي وابرئ وداوي. يقدر الرب يعمل كده يا بنات؟ ردوا عليا، يقدر؟ قولوا بصوت عالي، يقدر؟ 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 يقدر يا بنات. أي بنت جاية النهاردة يقول تقول حصل لي، أقول لك قولي حصل لي الفترة اللي فاتت إن أنا خسرت شيء غالي. بنت تانية تقول لا ده أنا خسرت والدي، والدي توفى خلال سنة 24 أو آخر 23. بنت تقول لا ده أنا خسرت ماما، بنت تقول لا ده أنا خسرت دخولي وتخطيطي لثانوي ودخلت حاجة تاني، بنت تقول لا ده غصبوا عليا وأنا خسرت حريتي في الارتباط مع أني سنه صغير بس اتفرض عليا أخد فلان قريب أو بعيد. واحدة تقول لا ده أنا شعر أن كل حياتي عبارة عن كل شيء بيحصل لي وأنا سكتة، أنا صامتة أنا صامتة. بس بصوا يا بنات، ربنا ما بيتفرجش على أي بنوتة فينا، ربنا ما بيقفش مكتوف الأيادي، ربنا مش بينظر بعين ويرسي لينا ويقول أصل حالك كده، أصل أنت مريض، أصل أنت تعبان، أصل أنت خسرت، أصل أنت انكسرتي، أصل أنت توجعتي، أبدا. لكن هو بوعده يقول أريك العجائب يا من تثق فيا، أوريك أنا إله قادر قد إيه أغير الوضع وأغير الحالة، أغير المشهد الغامق، أمسح دموعك فأنا الرب، أوقف وجعك فأنا الرب، أنصب ظهرك فأنا الرب. عارفين ربنا وعدني بإيه النهاردة يا بنات؟ تنصبي ظهرك جداً مهما كان، ترفعي راسك جداً مهما كان،
النهاردة يا رب باسم المسيح يسوع في يوم مجيد عظيم انت عايزه، انصب ظهر كل بنت فينا وارفع راس كل بنت فينا وطلع صوت كل بنت فينا ولعلع بروحك في كل ترنيمة تطلع من أفواهنا. واحدة تقول مش هقدر أعمل كده، الرب معاك وفيك هيخليك تعملي كده. بصوا يا بنات، الرب النهاردة عمل لنا الحفلة دي، والحفلة دي عملها الرب لكل بنت فينا، صغيرة كبيرة مكسورة، اللي فقدت بابا اللي فقدت ماما، اللي تصورت فيديو بصور رديئة وفيديوهات رديئة وشاب شهر بيها ونقلها للقرية بتاعتهم أو لقرية تانية أو لقرية تالتة، اللي حست الفترة اللي فاتت لما حبسوها في البيت إن سمعتها ضاعت وبقت على كل لسان، ربنا عارفين يقول إيه؟ لو وثقت فيا أعطيها سمعة جديدة، أخليها المطلوبة. ده الكلام اللي موجود في أشعياء 62، أدعوها المطلوبة، أغير وضع الناس، أشيل أمسح من الأذهان كل اللي تكوم وخزنه الشيطان وأعطيها وسط الناس سمعة جديدة. قلب الرب حلو يا بنات، قلب الرب طيب يا بنات. انتوا عارفين في أعداد ترنيمة كنت عامل زي الطفل وأنا عايز أرنم كده أقول له أيوة 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 أيوة، ينفع أقول عالي أيوة، وينفع أقول أنا مش هنزل جبيني، وينفع أتشدد، وينفع أقول بصوت عالي إن هذا إلهي، هذا أبي، هذا رعية، هو وحده اللي ينصرني. ينفع أقول ده جمالي، بصوا ده جمالي اللي جابني. والأخ فايز بيرنم الترنيمة دي، كنت فاكر من 20 سنة أخت في مكان قريب مننا في يعني في الصعيد، البنت وقفت قدامي وكانت مشدة مع أمها علشان تفتح كوافير، فبقول لها تفتح كوافير على إيه؟ فالبنت عدلت شعرها يمين شمال، قالت لي واحدة فرفوشة جميلة زي مش هكبر في السن لو فتحت كوافير، عارف لو فتحت كوافير هعيش صغيرة على طول، هعيش صغيرة على طول. فأنا ميلت على أمها قلت لها معاكي كام؟ قالت المبلغ وهنجيب لها مبلغ، والمهم فتحنا لها كوافير. وبعد مرور 20 سنة قابلتها مثلا من سنة ونص، الشعر ضبيت خالص وسنان كتيرة اتخلعت، فبيت بصص على الفرفوشة قلت ده الكوافير ما عملهاش جمال، الكوافير ما عملهاش جمال، لكن اللي يخلي جمالك مستمر، خدوا بالك، لا شكلك ولا مهنتك ولا تعليمك ولا وضعك، لكن قولي بصوت عالي الرب يسوع المسيح. يلا بصوت قوي جدا، الرب يسوع المسيح. هاخد أول صفة النهاردة في البنات الجميلة دي، اسمها إيه؟ بنات مين؟ صلوفحادة. يلا قولوا معايا اسمه إيه؟ صلوفحادة. الخمسة تقدموا كده وقالوا له إيه؟ خلفة بنات. كم واحدة موجودة في المكان ما عندهاش إخوات ولاد؟ ترفع إيدها؟ يخرب بيت إبليس. طب كم واحدة الفترة اللي فاتت أمها قالت لها كان نفسنا بدلك أنت تطلعي انت، قالت لك كده امك؟ قالت لك كده امك؟ ربنا يعمر بيت امك. مين تاني امها قالت لها كده؟ ترفع ايدها. قالت لك كنت اتمنى يكون واد. طيب مين تاني؟ وانت كمان؟ مين تاني من فوق؟ وانت برضو؟ تخلفت بنات كتير في الاجتماع ده. وانت كمان؟ كلكم بنات؟ معقوله؟ مين تاني يا بنات؟ بنات كله، بنات كله. وانت كمان؟ وانت؟ وانت؟ ايه ده 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 وانت؟ طب بأمانة اللي خلفتهم واحدة تقول أنا فعلا أنا وإخواتي بنات، ترفع إيدها لفوق أنا عايز أحدد. ده نص الاجتماع. طب مين كانت تتمنى تبقى ولد؟ صور 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 البنات دي يا بنت، انت بنوتة جميلة، اداك الرب تكوني حاجة عظيمة جدا سماوية. مين تتمنى تبقى ولد؟ أمانة صور 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 عشان
طب مين فرحان ان هي بنت؟ ايوه كده، صور صور صور. يا بخت كل بنت قالت على نفسيها، قولوا معايا بصوت قوي، انا وردة الرب يسوع المسيح، انا وردة الرب، انا وردة. مرة تانية أسأل السؤال، كم واحدة تتمنى تبقى ولد؟ أمانة ما ترفعيش إيديكي، أمانة. طيب بصوا يا بنات، أول صفة في البنات الخمسة دول، مفروض دي بصوا دي تقعد مع دي، تقعد مع دي، تقعد مع دي، تقعد مع دي، ويبصوا البعض بصة كسرة شديدة. الخمسة إيه؟ بنات. ودي تبكي ودي تبكي، ودي تقول لها كنت أتمنى أكون ولد، والتانية تقول لها كنت أتمنى يكون وسطينا ولد. ليه يا رب كده؟ ليه يا رب كده؟ ليه يا رب كده؟ إيش معنى إحنا يا رب؟ ده كده مش هناخد أرض، ده كده مش هيكون لينا قرعة أرض يا رب. لكن الخمسة كانوا بيشجعوا بعضهم ويقولوا إيه؟ ما أحلى إن الرب خلقنا بنات. قول يا بيت صوت أعلى، عايز بنت جدعة تقول ما أحلى إن الرب خلقني بنوتة، ما أحلى إن الرب خلقني بنوتة، بصوت عالي جدا، ما أحلى إن الرب خلقني بنوتة. خلفة البنات جميلة، خلفة البنات جميلة، خلفة البنات جميلة، خلفة البنات جميلة. مقتنعين؟ طب اللي مقتنع ترفع ايده. طب هقول جملة وتردوا علي انتو، خلفة البنات سودة، خلفة البنات سودة. ايه؟ جميلة. خلفة البنات جميلة. ايوة ايوة يا بنات، حضرتك أم مش كده؟ عندك كم بنوتة؟ اتنين. وكم ولد؟ واحد. فرحانة بالبنتين؟ جدا جدا، أهو أم وسطينا وفرحانة بنوتاتها الاتنين، رائع رائع. في أمهات تانية موجودة وسطينا؟ عندك إيه؟ ولدين. كان نفسك في بنت، أهو كان نفسها في بنت، طلبت من الرب واداكي. امين. طلبت من الرب بنت واداها، ولدين وبنت، فرحانه بيها، فرحانه بالبنوته دي. امين. بنتين فرحانه بيهم، احلى هديه، برافو عليك. اهو شوفوا خلفه البنات جميله. انا متاكد وانت بتقولي احلى هديه في بنت، فين دي؟ فين الست اللي اصل انت ورا العمود فمش شايفينك، ففي بنت فين دي؟ عايزه تصورك وتودي الصوره لامها. طب يلا يا بنات يلا. الخمسه دول ما تكسروش، ما احناهمش الشيطان، ما ربطش كرامتهم ولا عزتهم ولا مطلبهم، لكن أول حاجة عملوها، قولوا معايا الصفة الأولى، يلا ارفعوا أيديكم كده، بصوا كده الكلمة الأولى، تقدمت. تقدمت أول صفة يا بنات في البنات الجميلة دي، بصوا كده متقدمات. يعني بنت تقدر تقف كده أهو، أدينا يا رب، حتى لو أنا تعبانة يا رب، حتى لو أنا مكسورة يا رب، حتى لو أنا مربوطة يا رب، حتى ولا مفورطة يا رب، حتى لو أنا مريضة يا رب، لازم تتقدمي للرب. اوعي تستخبي يا بنوتة، اوعي تستخبي يا بنوتة، اوعي الشيء مهما حصل لك يخليك تستخبي وانت قدام الرب. عارفين الرب عايزك تعملي النهاردة؟ تتقدمي كده وتقولي له ومهما حصل ومهما كان ومهما جرالي ومهما وقعت ومهما حزنت
ومهما تجربت ومهما انكسرت هتقدم ووريك نفسي وأقول يا رب. هتقدم وقف قدامك وأقول أنت الرب. عارفين الشيطان النهاردة ينكسر في الاجتماع الجميل ده كسر عظيمة لما تقف بنت النهاردة وتقول له إيه؟ مش هتكسف منك يا رب، هاجي قدامك يا رب، هتكلم معاك يا رب. لو في أمور تخزي أو في أمور تخجل أو في أمور تخليني مش قادر أتجرأ وأقف قدام الرب، لكن بصوا هتجرأ على حساب الحب الإلهي العظيم وأقول له أنت تقدر تسامحني على كل ذنوبي وخطاياي. اتقدمي يا بنوتة، اتقدمي النهاردة بكل بصي بكل أمر صغير كبير اتقدمي. وأنا بصلي النهاردة فوق، عارفين كنت شاعر قد إيه إبليس عايز يخبي ناس يخبي ناس يخبي ناس يخبي ناس. في بنت تقول مش قادرة أوري وش للرب، مكسوفة من الرب، مش هقدر أتكلم مع الرب، مش هقدر أعبر له. لا ده أنا أتقدم وأوري له وشي وأتكلم وأحكي وأعيد وأزيد أمام الرب. ممكن نرفع إيدينا وأنت رفع إيدك كده النهاردة، قولي له عايزة أتقدم وأوريك نفسي يا رب، عايزة أتقدم ووريك اللي في قلبي يا رب، عايزة أتقدم ووريك خطاياي يا رب، عايزة أتقدم ووريك كل اللي مريت بيه يا رب، عايزة أتقدم وأنا مش مكسوفة، عايزة أتقدم وأنا جريئة وشجاعة على حساب دم الصليب. أقول لك أنا غلطت، أنا وقعت، أنا اتكسرت، أنا ضعت، بس أنت اليوم هترحمني. ربنا يرحم كل بنت فينا، ربنا عايز يرحم كل بنت فينا يا بنات، ربنا عايز يوصل لكل بنت فينا. واحدة تقول بس أنا موضوع كبير خالص، بصوا صغير جدا على الرب، صغير جدا على الرب، ده أنا موضوعي صغير جدا على الرب. ممكن مرة تانية نرفع إيدينا وأرجوكم أنت رفع إيدك قولي له موضوعي في إيه؟ موضوعي صغير جدا قدامك يا رب، موضوعي صغير جدا يا رب، موضوعي أمام رحمتك، أمام نعمتك، أمام محبتك باسم المسيح. الموضوع النهاردة هيستخبى في الدم. امبارح الساعة 10:30 بالليل رنت علي أخته وقالت لي اللي أنا هقوله ده واستأذنت منها، قلت لها أحكي على المنبر، قالت لي أحكي. أخت اسمها نادية، أخت كبيرة في السن والمقام، بتعيش في مركز اسمه مركز بدر، فبتحكي الآتي، بتقول أنا عندي ابن كان عنده بعيد عنكم خلايا سرطانية ما بين الرئة والصدر، حجم الورم السرطاني ده 11 ملي، ركزوا، واشتغلنا علاج كيماوي 8 جلسات، ولما جينا نعمل تحاليل وأشعة لقينا يدوب الورم صغر 3 ملي، فبدل 11 بقي 8. فالدكتور قال 6 شهور ب8 جلسات كيماوية ويدوب بس 3، فقال لنا كلام أحبطنا. وفي الوقت ده احنا رجعنا على البيت، وبعديها بوقت بسيط يوم يومين 3 كنا قاعدين فالمجد الرب كنا بنسمع حاجة في التلفزيون عن بصوا ان الرب يقدر يحول الخريف بتاعك لربيع. والأخت قالت لي انت وقفت يا أخي ميل، ده المجد الرب والرب عارف دافع وانا بحكي كده، قالت انت قلت يا ميل يا ميل خريفك هينتهي والربيع السماوي هيجي. قالت وابني اسمه إيميل، المريض ده اسمه إيميل. قالت لي وقف ابني وخد الكلام ده ليه، خده ليه وتقدم قدام ربنا. قال له لو لسه عندي خلايا سرطانية باتساع أو بحجم 8 ملي، لكن أنا بتقدم وأقول لك اديني ربيع سماوي جديد. قالت ورحنا عند دكتور اسمه فلان، فالدكتور قال احنا هناخد 6
جرعات مكثفة، حاجة اسمها العلاج المكثف. فالولد قال لي ماما احنا لما رحنا مش مفروض كنا نعمل كده. فالأم ردت عليه قالت له نصلي، انت مش مفروض، ان احنا كنا نمسك بالكلام ده. فبتقول احنا قعدنا نصلي وهو قاعد في الأوضة، وفي يوم من الأيام جالي وقال لي يا ماما انا في سخونة بتطلع مني من جسمي بشدة. رحنا عملنا التحاليل أكدونا ان 8 سنتي اللي هو الباقيين نشفت كاملة في الجسم. وقالت التعبير ده، قالت حبينا نعمل تحاليل، حبينا نعمل أشعات، مفيش مرض، المرض جف، الخلايا السرطانية جفت. الرب قدر يحول الخريف الصحي لربيع صحي. يا بنات يا بنات يا بنات، اتقدم النهاردة. واحدة تقول لي احنا ظروف بيتي صعبة، ووضع بابا الصحي صعب، ووضع أمي صحيا صعب، وضعنا المالي صعب، وضعنا الاجتماعي صعب، لكن هتقدم النهاردة وأقول للرب بصوت عالي مهما يحصل فيا ومهما يحصل في أسرتي إلهي يقدر يحول المشهد وبقوة. إلهي يقدر يغير. يا بنات الرب يسوع عايزك تتقدمي، قولي له تقدم، اتقدم يا رب أنا بتقدم لك. قول كلمة، بصي قول كلمة، اتقدم يا رب، قول كلمة، اتقدم يا رب، اشفي نفسي، اتقدم يا رب، اوصل لخطاياي، اتقدم يا رب، امسك بإيدي، اتقدم يا رب، عالج فيا، اتقدم يا رب، لأن ليا شهر واثنين وثلاثة أنا مكسورة كسرة عظيمة، بس هتقدم لإله اتقال عنه طبيب الروح وطبيب النفس. قولوا معايا يا بنات عملت ايه؟ تقدمت. الخمسة تقدموا. الصفة الثانية بصوا كده قال عنها في عدد اهو عدد 7، بالحق تكلمت بنات اهو، بالحق تكلمت بنات صلوفحادة، بالحق. اسمحوا لي انا يمكن محظور شوية ان انا اروح واجي او، بس أنا نفسي بنت تقول له أنا بتقدم. رائع. بصوا وهنطق بكل حاجة، هنطق أقول محتاجاك، هنطق أقول يا رب، هنطق أقول وصلي يا رب، هنطق أقول غيرني يا رب، هنطق أقول اغفر لي يا رب، هنطق أقول بداية جديدة يا رب، هنطق وأقول افتح لي باب الرحمة يا رب، هنطق وأقول من كل قلبي سامحني على كل اللي فات يا رب، هنطق وأقول من كل قلبي أنا للمسيح يسوع من اليوم ده من اللحظة دي، هنطق وأقول باب السماء يتفتح إلي بعد الماضي الكثير. كم واحدة تقول أمين؟ ارفع إيدك، ارفع ايدك ارجوك وما تنزليش ايدك بسرعه، اتكلمي يا بنوته، احكي يا بنوته، ما تفضليش مصدومه في نفسك، ما تفضليش ساكته، ما تفضليش بصوا كده انا ما بكلمش الرب، انا ليا فتره ما اتكلمتش للرب، انا ليا فتره مش عارفه اعبر للرب، لكن عارفه النهارده اقولي يا رب هتكلم وعبر، هتكلم واقول، هتكلم واحكي، ولو في حاجه تكسف هقول لك قدامك حتى لو بتكسفني، لكن مش هتكسف من ابويا، مش هتكسف من بابا، بس انا عملت حاجه وحشه، مش هتكسف من بابا، انا اخطات خطيه عظيمه، مش هتكسف من بابا، انا فقدت عذرويتي كبنت، مش هتكسف من بابا، انا مش هتكسف من بابا، ده انا ما اقدرش احكي لماما ولا البابا، بس هحكي للرب يسوع المسيح. ننطق يا بنات، انطقي. يعني في واحده تقول تيجي للرب كده تقول له انا الفتره اللي فاتت مكمده، مخمده، ساكته، خاطيه، في علاقه بشاب غير مسيحي، في اكتر من علاقه، كل كم شهر بعمل علاقة، بس شعر يا رب انه كله ده والداخل مقفول، لكن النهاردة انطق واقول لك افتح قلبي. مين تقولها معايا؟ قولها بصوت عالي، افتح، افتح قلبي يا رب، افتح قلبي يا رب، افتح قلبي يا رب، اتعامل معايا يا رب، اتعامل معايا يا رب، اتعامل معايا يا رب، اتعامل معايا يا رب،
كل الإخوة والأخوات يقولوا بصوت عالي، الصباحية دي صباحية فتح القلوب بقوة حب الرب يسوع المسيح. الصباحية دي الرب يوصل لكل بنت. بس بصي، تقدمي وانطقي واحكي. يبقى واحد متقدمات، اثنين متكلمات، الثالثة دي خطيرة يا بنات. بصوا، هم راحوا لموسى في إصحاح، بصوا 27 من سفر العدد، وراحوا رايحين مرة تانية ليشوع في يشوع إصحاح 17. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ ونفس الطلب، قالوا له عايزين حق أبونا، هنا مع موسى وهنا مع يشوع، عايزين تقولوا إيه؟ عايزين تقولوا إيه؟ مش خلاص قلتوا لموسى؟ قال إحنا قلنا لموسى وقلنا للي بعد موسى، عايزين توصلوا لإيه؟ كلمة الثالثة يا بنات، والصفة الثالثة مصرات. بنات عندها إصرار، بنات عندها إصرار. النهاردة ربنا عايز بنت تقف وتقول له مش سايبة الاجتماع ده إلا ما تتعامل معايا يا رب، مش سايبة الاجتماع ده إلا ما توصل لقلبي، مش سايبة الاجتماع ده إلا ما تغيرني، مش سايبة الاجتماع ده إلا ما تبدأ معايا بداية جديدة، مش سايبة الاجتماع ده إلا ما تحررني من كل قيد، مش سايبة الاجتماع ده إلا ما تغيرني تغيير كامل، مش سايبة الاجتماع ده إلا ما أحس بخطاياي وأحس بصليب ربي وأحس برحمته وأجي أقول له يا رب يا رب أنا مصرة، أنا مصرة يموت الماضي، أنا مصرة هسيب الماضي، هسيب العلاقة الفلانية، هسيب الخطية الفلانية، هسيب الفكر الفلاني، أنا عايز بداية جديدة. تعرفين ربنا عايز يحضن كل بنوتة فينا، عايز يحضنك. صممي النهاردة، بص صممي كده وقف قدام ربنا وقول له عايزاك. تقف بنت بص بوجعها ودموعها وتقف قدام الرب وتقول له محتاجك تغيرني يا رب، محتاجة لمسة إيدك، محتاجة لمسة روحك، محتاجة سجن النهاردة باسم المسيح الرب يكسر بأبوابه، محتاجة النهاردة أشوف سكة حرية يا بنات، محتاجة النهاردة أبص للرب كده أقول له أنا ليك يا رب، أنا ليك يا رب. كل بنت مؤمنة، بصوا البنات المؤمنة الموجودة في المكان، محتاجة صر وأقول طول ما أنا مؤمنة أنا ليا دعوة وهكملها، أنا ليا رسالة وهكملها يا بنات. بيحاول الشيطان يعيقها بأي طريقة، بس أنا من البنات اللي مهما يحصل لها هتقدم واتكلم وصمم. صممي خدي حقك النهاردة أرجوكي، صممي تقفي وقفة متينة قدام الشيطان. في 5 نساء في التاريخ لقبوهم بالمرأة الحديدية، بدأوا بواحدة اسمها مارجريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا، ومن ضمن الأسماء واحدة اسمها إيلين جونسون، دي كانت رئيسة ليبيريا، ودي حكمت من سنة 2006 ل 2018. الست دي قالت حاجة في حديث صحفي، قالت أنا من قبيلة من القبائل الفقيرة البسيطة اسمها اليولا، قبائل اليولا، وعلى قدينا جدا، بس اكتسبت حاجة من الحياة، اكتسبت اللي عايز يوصل لهدفه بكل طاقته يصمم عليه، بكل طاقته يصمم عليه يا بنات. إذا إيلين دي صممت ووصلت بقت رئيسة دولة أفريقية اللي هي ليبيريا، وبقت شخصية تلقب بالمرأة الحديدية من قوة شخصيتها ونفوسها وسلطتها، أمال إحنا في الرب نعمل إيه؟ عارفين في الرب؟ بصوا في الرب، في الرب كل بنوتة فينا. صمم إن الرب يعمل معاك حاجة جديدة، صمم إنك تاخدي حاجة حقيقية من الرب، صمم إنك تقولي للرب عايزك ترفع راسي وما تتنكسش أبدا، صمم إنك تقولي للرب كل الماضي لازم يموت مهما كان حجمه وطبيعته. تيجوا نصليها مع بعضين واحنا رافعين ايدينا، كل الماضي لازم يموت مهما كان حجمه وطبيعته، قولوها معايا بصوت عالي، كل
الماضي لازم يموت مهما كان حجمه وطبيعته. مرة كمان، كل الماضي لازم يموت مهما كان حجمه وطبيعته. لازم يموت الماضي يا بنات، صمموا. كان في أخت متهمة بتسميم أخوها، وأنا زرتها في السجن الفلاني، وكان لها حوالي سنتين وشوية، وقالت له جملة من وسط السجن، قالت أنا مظلومة وعمال أصلي وصوت يقول لي إن ربنا مش سامعك، بس أنا هصمم على الصلاة، هصمم على الصلاة لغاية ما الرب سمح بزوجة أخوها تصاب بعيد عنكم بسرطان وتقع حاجات من الجلد، من جلد إيديها وأطراف رجليها، وطلبت إن هي حد يلقط منها حديث، وكان ملخص الحديث إن هي كانت السبب في تسميم زوجها مش أخته. ولما خرجت البنت قالت لي الجملة دي، قالت لي مهما حصل لي جوه السجن ومهما كانت نتيجة الناس إن قالوا عليا إني أنا سميت أخويا، ومهما كان شعوري بالظلم، ومهما كان حجم الاتهام، ومهما كان طبيعة قسوة المسجونات اللي كانت معايا، لكن أنا كنت مصممة إن الصلاة هتفتح باب جديد، والصلاة الأيام اللي جاية هتعوضنا عن كل أيام السجن الردية. الرب بيقول لكل بنت فينا مهما كان الوضع، بنت تقول أنا مظلومة دايما مع ماما، أنا متهمة دايما، أنا بيقولوا عليا، أنا الوضع كذا، أنا الحال كذا، بس قولوا بصوت عالي من فضلكم إن الرب لو صممنا هيغير المشهد. قولوا معايا الرب يبقى واحد متقدمة، اثنين متكلمة، ثلاثة مصممات. اللي جاية دي خطيرة يا بنات، اعملي كده بإيدك من فضلك، اعملي كده بإيدك، اعملي بإيدك كده، الإيد ما تاخدش أي حاجة، فاضية، بصوا فاضية أهي فاضية. بس البنات دي لما قعدت قدام موسى وقدام يشوع قالوا له ادينا حق أبونا من، بصوا من أرض منسة، بسرعة موسى لما صلى الرب قال له كده، ويشوع أخذ كلمة الرب كقائد تاني وأخذ، تخيلوا الأرض اللي ملكوها الخمس بنات دول مع سبط منسة، كانت من أكبر الأراضي اللي امتلكها سبط واحد، كانت من أكبر الأراضي، وشعب منسة شعب كتير جدا مع شعب إفرايم، وكانت علامة استفهام إيه يا رب ده، لما إنسان يتقدم ويتكلم بص 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 ويصمم ربنا بيخليه يمتلك المستحيل. النهاردة عايزة تمتلك إيه؟ صوت تاني، بصوا عايزة تمتلك إيه؟ عايزة إيه من الرب؟ عايزك تجاوبه جواك من فضلك، عايزة إيه من الرب؟ عايزة تمتلك إيه من الرب؟ عايزة تمتلك إيه من الرب؟ قول النهاردة في قلبك عايزة أمتلك كرامة، عايزة أمتلك طهارة، عايزة أمتلك نور، عايزة أمتلك عفة، عايزة أمتلك إن أتقدم، عايزة أمتلك نضارة روحية، عايزة أمتلك إصرار إني هكمل مع ربنا، عايزة أمتلك اللي بيقول عليه الشيطان ضاع وفقد هيرجع لي تاني غصبا عن عينين الشيطان. امتلك يا بنات، بصوا كده على الصليب الجميل ده، بصوا عليه من فضلكم وكأنك بتوجهي صوت للرب، تقدر تديني ايه؟ عارفين الرب يقول لك كل حاجة، كل حاجة. صبع ايده اهو، هيديك عزة ما حلمتش بيها، وهيديك فرحة ما حلمتش بيها، هيديك كرامة ما حلمتش بيها، هيديك فوز ما حلمتش بيه، هيديك ضمان، يسوع هو ضماني، هيديك ضمان للي جاي. عارفة النهاردة تخرج من الكنيسة وانت، سامحوني في التعبير، كأنك عصفورة وفراشة كده عمال تترقص، يقولوا لك في ايه؟ تقولي صار يسوع ضماني فامتلكت معاه كل شيء. انت سقف للرب، صار يسوع ضماني فامتلكت معاه كل شيء.
صار يسوع ضماني فامتلكت معاه كل شيء. هقول على ودن أنا، صار يسوع ضماني فامتلكت معاه كل شيء. ما تقوله، صار يسوع ضماني فامتلكت معاه كل شيء. صار يسوع ضماني فامتلكت معاه كل شيء. مين عايزة تاخد حاجة من الرب النهاردة؟ اتقدمي، اتكلمي، صممي، هتمتلكي. آخر حاجة بقى هختم بيها، نصوا بقى، البنات عملوا الأربع حاجات دول وسجل الكتاب في يشوع 17 حاجة خطيرة جدا، إن خدوا أرضهم، بصوا وكان لازم يحاربوا أهل الكنعانيين، وقال الكتاب لأنهم كان أشداء. فمتقدمات، أيوة، متكلمات، مصممات، أيوة، ممتلكات. اللي جاية خطيرة بقى، بصوا، أنا عمال أبص على كم بنت عمال تبص لي كده، جاية منين البت دي؟ بصوا جاية، يا بصوا يا، صدقوني في بنات كده وسطينا، إن هو النوع اللي يا بنت رنم وافرح بالرب. آمين آمين، قومي كده وتشددي. من كام يوم كان في بنت تجيب لي جلطة فعلا، عمال أقول لها دوسي وأنت ماشية كده، وقولي مش راجع تاني للخطية، دوسي. حاضر يا بنتي، دوسي وأنت ماشية، قولي خلاص الماضي يموت، قولي كده الماضي يموت. عملت لي كده، بتزعج ليه؟ يا بنتي، لأن الخمسة دول بصوا خدوا اللي ليهم ودخلوا في سكة تانية اسمها إيه؟ نحن محاربات. ربنا عايز بنت تخرج كده من اسمك إيه؟ قريب بنت بأمانة مسيحية، اسمك إيه؟ قالت لي سماسم. قلت لها بس قوليها مرة واحدة، قالت لي سماسم. قلت لها كده أنا بتطلع روحي، قوليها مرة واحدة يا بنت، قولي سماسم، قولي سماسم. عملت لي كده سماسم، يا بنت قولي مرة واحدة سماسم، اسمي سماسم. عمال أدرب فيها تقول سماسم مرة واحدة، ما فيش، عارفين تنطق اسمها قطر، اسمك إيه؟ عارفين المحاربة يعني إيه يا بنات؟ بصوا محاربة يعني إيه؟ أتقدم، أتكلم، مصممة باسم المسيح وممتلكة. اللي جاية بقى، وحارب الشيطان الأيام اللي جاية بكل طاقتي، وأقول له مهما حصل لي أنا منتصرة بالرب، مهما حصل لي أنا منتصرة بالرب. أنا خلصت كلامي، زعلت، زعلت أني قعدت مع بنوتة عمرها بعد ما خلصت الدبلوم يعني 18 أو 19 سنة، ويمكن قعدت أقول لها الكلام ده، ليك في الرب تتقدمي، وليك في الرب تتكلمي، وليك في الرب تصري، وليك في الرب تمتلكي. سمعت هي واختها في أقل من أسبوعين يا بنات، كانت حتفة نفسيها من الدور الرابع في وسط الشارع بتاعهم. عارفين أختها بتقول لي وهي بعيد عنكم عاملة بحر من الدم عن طريق فتح الجمجمة، أنا اتجريت عليها وكل اللي فاكراه، لو عشت من العمر 18-19 سنة فيكم يمكن لسه باقي دقيقة أو دقيقتين، لأن أنا وأختي عشنا عيشة وحشة زي ما حكينا لك، بس أنا اخترت الرب. بس أختي من حجم الخطية اللي عاشت فيه مش مصدقة أبداً أن حب الرب يغفر. ضربة الشيطان يا بنات، إن في بنات ما تصدقش أبداً أن حب الرب أعظم من كل الخطايا والذنوب. حب الرب أعظم يا بنات، حب الرب أعظم يا بنوتة. صبع إيدنا، خلصت كلام. اوعى بنت فينا النهاردة تفضل ساكتة بعد الشر عليكم خرصاء، ولا بنت فينا تفضل من نوع مش قادرة تتقدم مكسوفة من ربنا، ولا بنت فينا بتحاول تتوب وترجع. لكن النهاردة ادينا يا رب بالروح القدس، ادينا عزيمة بيها نتقدم، وادينا عزيمة بيها نتكلم،
ودينا عزيمة بيها نصر ان احنا ليك يا رب، ودينا عزيمة ان احنا نمتلك اللي لينا يا رب، واخر حاجة ادينا عزيمة ان كل بنت فينا تكون محاربة، محاربة يا بنات، تحارب كل اللي جاي علينا الايام دي. مهما بيحصل هحارب، مهما بيحصل هقدر، هقدر. عارفين انا ليا اسابيع وشهور بقف كده قدام مرايتي، انا اللي عمري 51 سنة اقف كده اقول للرب، ومهما يكون ومهما يجي ومهما يحاول الشيطان ومهما يصر، لكن أنا قادر بالرب، أستطيع كل شيء، أنا هتحدى، أنا هنتصر، أنا هعدي، أنا هغلب، أنا عالي، أنا واثق، أنا مش هموت، أنا هحيا، أنا مش هنغلب، أنا غالب بالرب، أنا مش مكسور لكن مجبر في الرب، أنا مش متعطي لكن مكرم في الرب. صمم النهاردة يا بنوتة، صمم اللي ليك تاخديه، اوعى تطلعي فاضية، اوعى بنت الشيطان يدورها حوالين نفسها وتبص كده يا ترى انا ليا حق النهاردة اتكلم، قولوا بصوت عالي ايوة، احكي اللي جوه، احكي كل حاجة، سيب صبع ايدي ارجوكي احكي كل حاجة. ولو بنوتة فينا بتفكر تسيب بيت أهلها أو فكرت تسيب بيت أهلها الفترة اللي فاتت والفكرة لسه معقودة في دماغها، صرح الرب كده قولي له أنا مقهورة في بيت أبويا وكنت بفكر إن أنا أسيب وما جاتش الظروف متياتش الظروف، لكن أنا شارعة في الأمر ده وبحكي لك يا رب، عايزك توقف الفكرة الشيطانية دي، عايزك تتدخل يا رب، عايزك تمسح اللي جوه سواء في القلب أو هنا. أسأل سؤال يا بنات وهنصلي النهاردة، إيه في الأيام؟ اتناشر أبريل يوم الجمعة، عارفين السماء بتقوله حفلة سماوية للامتلاك، وليصنع منك الرب واحدة محاربة ينصرك الرب على كل حاجة كانت ضدك. عارفين الشيطان من بعد يقوله لا 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 لا، انت زي ما انت وهتطلعي زي ما انت وانت انت، قولي له لا انا هتكلم النهارده مع الرب والرب هيغير كل شيء، انا هوصل صوتي للرب والرب هيغير كل شيء، انا مصممه اعمل كده مع الرب والرب هيحول كل شيء. اسالكم سؤال وانا خلصت كلامي، مين متاكده ان الرب هنا؟ ارفع ايدك، مين متاكده ان الرب بيسمعها؟ مين متأكدة ان الرب عايز يوصل للي جوه؟ مين متأكدة ان الرب عايز يشيل كل حاجة داخلية؟ انا متأكد، انا متأكد. تعالوا نقف يا بنات، تعالوا نقف، تعالوا نقف مع بعضنا، تعالوا نغمض عينينا كلنا، تعالوا نغمض عينينا كلنا واحنا واقفين، تعالوا نغمض عينينا واحنا واقفين. كل البنات غمض عينك في محضر الله، تعالوا نغمض عينينا كلنا يا بنات، ارجوك انا بطالبكم نغمض عينينا عشان نسكن نفسينا في محضر الرب. وقفي قدام كل البنات، تعالوا نقف يا بنات، تعالوا نقف، تعالوا وانت واقفة، أرجوك وانت واقفة مغمضة عينك قولي له عايزة أتقدم وما فيش حاجة تمنعني عنك، أنا شعر أن أنا مربوطة لكن فك ربطتي النهاردة يا رب. كلنا نصلي يا بنات، فك ربطتي النهاردة يا رب، فك قيدي اللي منعني ان انا اتقدم يا رب، فك قيدي يا رب النهارده باسم المسيح يسوع. خلونا نصلي الاخوه المؤمنين الموجودين في المكان، فك قيود الجميع يا رب، فك قيد كل بنت مش قادره تتقدم يا رب،
فك قيد كل بنت مش قادرة تاخد وتدي معاك يا رب. فك قيد كل بنت بتلف حوالين نفسيها يا رب. فك القيود يا رب. فك القيد النفسي. فك القيد الروحي. فك القيد الاجتماعي يا رب. فك قيودي يا رب. عايز اتقدم. عايز اتقدم يا رب. عايز اقول لك يا ابي. عايز اقول لك اتعامل معايا من تاني. عايز اقول لك اوصلي. عايز اقول لك ريحني يا رب. عايز اقول لك تعبت يا ابويا بس اتعامل معايا يا رب. اتعامل معايا يا رب. اتعامل معايا يا رب. اتعامل معايا. اعمل معروف يا رب. رائع يا بنات. واحنا بنصلي استمر ارجوك صلي وتكلمي مع الرب. تكلمي مع الرب. احكي اللي جواكي تعبانه حزينه مكسوره في ورطه في ذل في احتياج في اهات مكتومه جوه يا رب. في حرب عليا شديده مش عارفه أعيش. تعامل معايا يا رب. تعامل معايا يا رب. ولأنك أعظم أب حاسس بكل ما فيه. أيوة. تتعامل بالحب. أيوة. مع أي جروح مخفية. أيوة. لأنك أعظم أب. أيوة. حاسس بكل ما فيه. تتعامل بالحب. أيوة. مع أي جروح مخفية. لأنك أعظم أب. حاسس. حاسس بكل ما فيه. يا رب. تتعامل بالحب. مع أي جروح مخفية. دموعي في المخادع لها عندك تقدير. وحدك لأهاتي سامع في يدك التدبير. دموعي في المخادع لها عندك تقدير. وحدك لأهاتي سامع في يدك التدبير. لأنك أعظم أب. ارفعي صوتك. حاسس. قوليها للرب. تتعامل مع أي جروح مخفية. حاسس. قلبي قصدك وضارع. دخل يا قديم. سهل عد الموانع. شيل عني اي يا رب يا رب. قلبي قصدك ودار. ايوه. دخل يا قديم يا رب. سهل عد الموانع. شيل عني اي دير. ولانك ايوه. وبتتعامل بالحب. ايوه يا رب. لانك اعظم اب. حاسس بكل ما فيه. تتعامل بالحب. مع اي جروح مخفيه. عارف انك في صف
قوي أيوة. ضد قوى الشرير أيوة. تعالج بالنعمة ضعفي تحلي حلق المريض. متأسف يا أخي فايز متأسف. بنات بنات بصوا بصوا العدد. عارف إنك في صفي. كل بنت عارفة إن الرب في صفها وعايزة تتكلم معاه. تعالي تعالي جنب المنبر. تعالي جنب المنبر قولي له أنا عايزك تتعامل معاه يا رب. كل اللي واثقة إن الرب في صفها تعالي من فضلك. كل اللي عايزة تعالي اطلعي خدي قرارك ده قدام الرب. كل اللي عايزة الرب يتعامل معاها ويكون في صفها اطلعي اطلعي من مكانك وتعالي جنبها نصلي مع بعض. تعالي تعالي تعالوا يا بنات تعالوا. كل اللي عايزة تعالي من فضلك تعالي تعالي تعالوا. كل اللي عايزة وتقول لنا فعلا الرب أنا واثقة إنه في صفي. تعالي وما تتكسفيش أبدا زي ما قلنا ولا تخجلي. تقدمي تقدمي. تعالي 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 تعالي. أخوات اللي جايين مع كل كنيسة رب يقودك وتطلعي بناتك ونصلي مع بعضينا. كل أخت شعرة باحتياج بنوتة من اللي معاها هاتيها وطلعي بيها أرجوكي وقولي للرب كده دي عهدتك النهاردة يا رب. دي عهدتك النهاردة يا رب. أنا شاعر إن حضرتك حضرتك والمجموعة اللي جنبك أيوة. تعالوا يا بنات تعالوا 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 نقف قدام ربنا واقفة. أتقدم أتكلم أصمم أمتلك حاجة حقيقية من الرب. متأسف طبعا للأخ فايز بس هو ده الوقت اللي تقولي له انت في صفي يا رب. مهما حصل انت في صفي. ارجوكم كلنا نكون مغمضين عينينا يا بنات. كل الاخت اللي طالعه بصيش عليها مين طالعه. انت ركزي جدا في نفسك. مين تاني تتقدم وتقول له انت في صفي يا رب. اغمضي عيونك وقولي له انت في صفي. انت ربي وسيدي انت ابويا انت ناصري يا رب. انت الهي اللي يغير حياتي ووضعي وحالي. انت اللي فك الازمه بتاعتي اللي ليها فتره ومش عارفه اتكلم مع اي حد يا رب. انا في معاناه كبيره يا رب. أنا في معاناة كبيرة يا رب. يا رب أنا في كتمة عايز أطلعها. عايز أتكلم زي البنات دي. عايز أخد حقي من صليبك ودمك ورحمتك. عايز أتوب وأرجع لك. عايزة قلب جديد وسكة جديدة وحياة جديدة. عايزة تغيير حقيقي سماوي يا رب لأني مليت من نفسي. تعامل معايا أرجوك. وانت واقفة يا بنوتة قولي للرب كده قولي له تعامل معايا قلبي يا رب. تعامل معايا وغيرني. تعامل مع نفسي تعامل مع روحي. أنا عايزة أتغير. أنا عايزة قلب جديد روح جديدة نفس جديدة سكة جديدة أيام جديدة. عايزة شغل سماوي يا رب. عايزة أقول من قلبي أنا أخدت المسيح نصيب اليوم.
حكي يا بنوتة، حكي مع ربنا، اوقف حكي وياه. اوعي اوعي عديك ال 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 الوقت ده والفرصة دي لأن غالية. رائع كل بنت بتصلي، اطلبي حبيبك. عارفة انك في صفي، عارف انك في صفي ضد قوى الشرير. أيوة. تعالك بالنعمة ضعف تحلي حلق المريض. عارف انك في صفي ضد قوى الشرير. تعالك بالنعمة ضعف تحلي حلق المريض. ولأنك أعظم أب حاسس بكل ما فيا تتعامل بالحب. قولي طلع الكلام، أي بروح مخفي. طلع الكلام ولأنك، لأنك أعظم أب حاسس بكل ما فيا تتعامل بالحب، أي بروح مخفي. تعبت خلاص وراجع يا رب، انا للحضن الكبير اشفيني من المواجع يا رب، واصنع فيا التغيير. الناس اللي في البلكونه صلى ارجوك. تعبت خلاص وراجع انا للحضن الكبير. ايوه يا رب، اشفيني من المواجع. ايوه يا رب، اصنع فيا التغيير. مره كمان يا اخي فايز بعد اذن. تعبت، تعبت خلاص وراجع يا رب، انا للحضن الكبير. تعالوا نقف نصلي يا بنات، تعالوا نقف نصلي. اشفيني من المواجع، اصنع فيا التغيير. تعبت، تعبت، تعبت خلاص وراجع يا رب، انا للحضن الكبير. اشفيني من المواجع، اصنع فيا التغيير. معلش مره كمان، تعبت، تعبت، تعبت خلاص وراجع. قوليها من جوه، يا رب اصنع فيا. معلش مره كمان، تعبت يا رب، تعبت خلاص وراجع. شفيني من المواجع يا رب، اصنع فيا التغيير. لانك اعظم اب يا رب، حاسس بكل ما فيا تتعامل بالحب يا رب، اي جروح مخفيه. ولان يا رب، حاسس بكل ما فيا تتعامل بالحب، اي جروح مخفيه. قلبي قصدك وضارع يا رب، اتدخل يا قدير، سهل عد الموانع، شيل عني اي نير. قلبي قصدك وضارع، اتدخل يا رب، اتدخل يا قدير، سهل عد الموانع، شيل عني اي نير. لانك ممكن نقف كلنا ودوقي تعبير، دوقي معايا أرجوكي، ممكن تسمعيني؟ تعالوا نقف كلنا ككنيسة، دوقي بص التعبير. لأنك أعظم أب حاسس بي أنا. خدي الكلام ده من على المنبر، حاسس بي أنا.
ممكن نصلي بنات، ممكن نصلي. سيبي روح الله يتكلم لأعماقك. أنت أبويا اللي ليا فيك ممتلكات سماوية، أنت أبويا اللي أخذ منك يا رب، أنت أبويا اللي يحق لي أتحرر وأتفك وأتكرم وأرتاح وأفرح. ما عش دنيا كئيبة كثيرة ذليلة، من حق أتغير يا رب، من حق أشفى يا رب، من حق تتفك قيودي يا رب، من حق تسقط القيود الآن في الاجتماع يا رب، من حق الظهيرة دي تبقى ظهيرة سقوط قيود الشيطان والخطية، القيود النفسية، القيود الروحية، القيود الاجتماعية، اسقطها يا رب. أنا أستأذن أخونا فايز ربنا يخليه عدد ده مرة تانية، أرجوك اسمعي بضميرك وقلبك. ولأنك أعظم أب، خلينا نصلي يا بنات أرجوك. لو في بنت جنبك بتستظرف، ده وقت صلاة، ده وقت صلاة أرجوكم. ولأنك أعظم أب، صلي يا بنت. حاسس بكل ما فيا، تتعامل بالحب أيوة. على اي جروح مخفيه. ولانك اعظم اب، حاسس بكل ما فيا ايوه يا رب، تتعامل بالحب ايوه يا رب، على اي جروح مخفيه. ولأنك أعظم أب أيوة، حاسس عارف إنك في صفي ضد قوى الشرير يا رب، تعالج بالنعمة ضعفي تحلي حل المريض يا رب. عارف انك في صفي ضد قوى الشرير، اسم المسيح، تعالج بالنعمة ضعفي تحلي حل المريض. ولانك حاسس بكل ما فيا، تعامل بالحب ايوه مع اي جروح مشكور. لانك اعظم اب، حاسس بكل ما فيا، تتعامل بالحب ايوه. تعبت خلاص وراجع، انا الحضن الكبير، اشفيني من المواجع، اصنع في تغيير. متأسف يا أخي فايز، متأسف متأسف. بصوا يا بنات، بصوا ارفع ايدك كده أرجوكي، بص التعبير بيقول ايه، تعبت خلاص وراجع. أرجوك اسمعيها معايا، تعبت خلاص وراجع يا رب، أنا راجع النهاردة يا رب، أنا راجع لأن ده بابك المفتوح، أنا راجع لأن بابك مفتوح. كل أخت فاضلة جايبة مجموعة من قرية معينة، ممكن تطلعي وتصلي مع المجموعة دي. الأخوات المسؤولات ممكن يرفعوا أيديهم، ممكن تطلعي تصلي معانا. الناس اللي جايبة بنات ممكن تطلعوا تصلوا مع البنات، أرجوكم تعالوا حبايبي، تعالوا تعالي أخت اللي ورا، تعالي امسكي بنوتين ثلاثة وصلي معاهم، لأن الكلام ده غالي. تعبت خلاص وراجع للحضن الكبير، اشفيني من المواجع يا رب.
ميلي على أخت كده وقولي لي أنا عايز أتغير، أنا عايز أرجع للرب، أنا عايز أبقى إنسانة جديدة، أنا عايز حرية في الرب، أنا عايز قلب جديد، عايز أيام جديدة، عايز نفسية جديدة، أنا عايز الرب يوعدني اليوم إن همتلك ما هو عكس الماضي، همتلك ما يسعدني باسم المسيح. صلي يا بنوتة، صلي عشان العدد ده يوصل للرب. تعبت خلاص وراجع للحضن الكبير، اشفينا من المواجع يا رب، مواجع والدينا، مواجع نفسية، مواجع روحية، مواجع اجتماعية، مواجع مالية، اشفينا من كل المواجع دي، اشفينا يا رب، اشفينا، اشفينا يا رب، اشفينا من المعروف، اشفينا من المعروف يا رب، اشفينا من المعروف يا رب. متأسف يا أخي فايز، متأسف. تعبت خلاص وراجع، أيوة، أنا للحضن الكبير، اشفيني من المواجع يا رب، اصنع فيا التغيير. تعبت خلاص وراجع، أنا للحضن الكبير يا رب، اشفيني من المواجع، اصنع فيا التغيير، لأنك حاسس بكل ما فيه، تتعامل بالحب مع أي جروح مخفية، لأنك حاسس بكل ما فيها، تتعامل بالحب مع أي جروح مخفية. نقدر نكررها تاني، سيب الطيار ربنا يوصل يا بنوتة لقلبك، خلينا نكررها تاني، لأنك أعظم أب، ولأنك أعظم أب، حاسس بكل ما فيه، تتعامل بالحب مع أي جروح مخفية، أيوة، لأنك أعظم أب، حاسس بكل ما فيه، تتعامل بالحب أي جروح مخفية، أيوة، دموعي في المخادع لها عندك تقدير، وحدك لأهاتي سامع في يدك التدبير، دموعي في المخادع لها عندك تقدير، وحدك لأهاتي سامع في يدك التدبير، لأنك حاسس بكل ما فيا، تتعامل بالحب وعي، ولأنك حاسس بكل ما فيا، تتعامل بالحب وعي، جروح مخفية، تعبت خلاص وراجع، أنا للحضن الكبير، اشفيني من المواجع، اصنع فيا التغيير، خلاص وراجع يا رب، الحضن الكبير، ايوه، اشفيني من المواجع، اصنع فيا التغيير، لانك ايوه حاسس بكل ما فيا، تتعامل بالحب أي جروح مخفية، يسوع حاسس بكل ما فيا، تتعامل بالحب مع أي جروح مخفية. أنا قدامي دقيقتين، ممكن نقف ككنيسة؟ ممكن نقف يا بنات؟ بصوا اسمعوني أرجوكم في الآتي،
اسمعوني في اللي هقوله ده كويس جدا. إذا نطقتي بكل اللي دار في قلبك وسبت الرب يحط اللي في قلبه ليكي اللي جاية دي، وصنع من قلبك قلب إنسانة جديدة تقدر تقف للمستقبل بتحدي، ارفع ايدك وقولي له شكرا. كان لسه قولي له، قولي له يا رب مش عايز اطلع من الكنيسة الا وانا اتكلمت معاك، اخدت منك، اخدت منك حاجة حقيقية، اخدت منك حاجة حقيقية يا رب. لو في خاطية زيي، بص لو في بنت خاطية مش عارفة ان ليا مكان في السماء ولا لسه بتفاصل مع نفسيها، بصوا بنات، وعايزة النهاردة ترجع للرب عشان يديها المصير الأبدي السماوي، ارفع ايدك في المكان، ارفع ايدك، اي بنوتة في اي مكان ارفع ايدك، ارفع ايدك ارجوك وقولي له يا رب لو ما خدتش اي حاجة من الاجتماع ده ولا استفدت منه في اي حاجة، لكن انا عارفة انك انت عايز تديني مش زي موسى ولا يشوع ارض للامتلاك، لكن عايز تديني مكان سماوي يا رب، حق فيك يا رب، كرامة وراحة وسعادة وانطلاقة ورفعة وامان وابدية سعيدة يا رب. أرجو كل بنوتة الآن رفع إيدها وقولي له استلم قلبي يا رب، ادخل جوه 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 قلبي يا رب. أنا مش هرجع أبعد عنك، أنا مش هرجع تاني واسيبك، جاي بدموع توبة بقول راجع تاني امسكني بيد. أنا مش هرجع أبعد عنك، أنا مش هرجع تاني واسيبك، جاي بدموع توبة بقول راجع تاني امسكني بإيدك. عمري ما خاف قول ما انت معاي، كل أموري بسلم ليك، انت ضامني وانت حماية والمستقبل وبترشدني وبتهديني، انت ضامني
ضمني الحماية والمستقبل.